حاجة محترمة وحاجة إنسانية بجد اللي احنا شفناه ده. فكرة هنا ان الكل بيتكاتف علشان شخص، الشخص ده مش بس بيمثل الأهلي، لا بيمثل عيلة كبيرة جدا، يمكن عيلة 80 مليون واكتر. فحاجة محترمة وجميلة. ويمكن انا والله وانا بتفرج غيرت وكنت بتكلم مع ضيوفي بقول لهم مش كنتوا تاخدونا مذيعين الأهلي برضو نطلع معاكم. خلينا ارحب بضيوفي عبد الله عمر وعمر طارق، هم يعني من القائمين وصناع هذه الأغنية والحاجة المحترمة كمان اللي احنا شفناها. صباح الخير. صباح الخير. انا زعلان والله ما خدتوناش ليه؟ طيب ممكن اعرف؟ ما انا والله احنا قلنا ناخد حاجه بس سريعه الاول لعيبه المره الجايه احنا معاكم كل مذيعين القناه لو سمحت. طبعا ان شاء الله. حاجه جميله بجد. وخليني في البدايه اعرف منك يا عبد الله، الاول انتوا صحاب اصلا الشركه المنفذه صح كده؟ فنبدا من هنا وبعدين تعرفنا كمان التيم مين كان ورا ان في الاخر يطلع الاغنيه او تطلع الاغنيه بالشكل ده. هو احنا انا وعمر مؤسسي الشركه، ومعانا تيم كله، في حسام وروان وفي طارق وفريده وساره ديزاينر بس. فاحنا كنا عمر صديق مقرب لمؤمن يعني، فكان عايز يعمل له حاجه تبينه للناس كلها واقفه جنبه والناس كلها بتساعده في ظهره وبس. كلمنا يا عمر بقى يعني اولا انت زي ما عبد الله كده قال انت كنت حابب حاجه تعملها لمؤمن. جميل جدا. لما مؤمن بقى شاف الاغنيه اكيد انت وريتها له قبل ما تتعرض صح ولا وقتها شافها على طول؟ احنا حبينا ان هي تبقى مفاجاه زي ما الناس تبقى المؤمن. احنا هو في البدايه زي ما كنا بنتكلم، احنا الفكره ان احنا كنا قاعدين في المكتب، انا كنت عند مؤمن في البيت. قلنا رجعت من لما كنت عند مؤمن حسيت ان انا نفسي اعمل له حاجه تفرحه وتبسطه وتبين له قد ايه الناس كلها حواليه، فعملنا ده. طبعا احنا كلمنا منى عدل القيعي قلنا لها تكتبي اغنيه لمؤمن زكريا، قالت لنا طبعا هسيب كل اللي في ايدي، وكان عندها مهرجان سابت كل حاجه وكتبت اغنيه في ثواني. هي اصلا موهوبه جدا جدا يعني جدا يعني. نشكرها. كلمت احمد قدري المخرج، كلمت واحد صاحبي اسمه حماده السعيد هو اللي جاب لنا تامر حسني. طبعا تامر حسني اول ما كلمناه ما ترددش لحظه واحده، قال لك طبعا انا اعمل لمؤمن زكريا اي حاجه. وبس مؤمن زكريا اول ما سمع الاغنيه يعني انا عايزه بقى نحكي للناس بالتفصيل، ما مش عايزين نجري في الحته دي. اول ما سمع الاغنيه اكيد انت كنت معاه يعني اكيد كنتوا موجودين معاه، المشاعر كانت ازاي؟ حس بايه؟ انا عايزك تنقل لنا رد الفعل. والله هو كل اللي كان بيقوله انتوا عملتوا لي حاجه حلوه قوي قوي وجبتوا لي اكتر ناس بحبها. فهو كان حتى من كتر الفرحه هو يعني تعبيره كان كله ان يعني هو مبسوط جدا ومبسوط بالعمل ومبسوط بالاغنيه. وحتى هو كان يعني اتكلم تامر حسني واحنا مع بعض وقعد يشكره ان يعني على الاغنيه وان يعني ان هو طلع في حاجه زي دي. حاجه جميله. طب اختياركم يعني عبد الله بقى يعني للعيبه اللي طلعوا والسليبرتيز اللي طلعوا وفي نفس الوقت ازاي تم الاخراج؟ يعني انا كنت بسالك قبل الهوا ازاي قدرتوا كل واحد يصور بقى؟ لا هو احنا عمر اتكلم مع احمد قدري المخرج وطلعوا فكره الاخراج او فكره ان الفيديو يبقى سيمبل ويبقى حاجه سهله ان احنا نعملها لمؤمن. فطلعوا فكره الفيديو، وبعدين عمر بدا يكلم ناس في الوسط الرياضي ويقول لهم على فكره الفيديو ويعملوا ايه بالظبط عشان يطلعوا السليبريشن بتاع مؤمن. وبس هي كنا عايزين نعمل حاجه بس سهله والناس كلها ممكن تعملها، مش عايزين اي حد ما يعرفش يعملها او حاجه، فكنا عايزين نعمل حاجه سهله للناس كلها تشترك فيها. هل يعني انت قلت لنا تامر حسني حد تواصل معاه، هل كان في مثلا اسامي تانية ولا هو الاختيار كان تامر حسني تحديدا برضه؟ هو سبحان الله احنا اول اختيار يعني كان في شويه حاجات لسه ناس لسه بتبدا، بعد كده قلنا هنكلم تامر حسني. كلمت حماده رد عليا في خلال ساعه بالظبط، قال لي تامر حسني جاهز. حلو جدا. فكان بالنسبه لنا حاجه اللي هو احنا ابتدينا من العالي قوي وهو خلاص تمام معانا. صحيح، عشان انت بتعمل حاجه محترمه قوي يعني انا اعتقد. الحمد لله. بمناسبه بقى الكلام ده، تقريبا جه كام فيور شيب على الاغنيه لحد دلوقتي؟ وهي لسه نازله من قريب يعني. لحد دلوقتي انا عارفه انها معديه يعني. لا كانت على جميع البلاتفورمز كانت معديه 7 مليون. وصلت 10 مليون على كل البلاتفورمز سواء فيسبوك يوتيوب تويتر كله. بترد ازاي على الناس؟ تعرف برضو في كده بعض الاراء اللذيذه لازم تبقى في النص. لا ده اكيد وراه ربح مادي. احنا كاتبينها واضحه وصريحه في الفيديو كليب ان كل الارباح الماديه ايوه دي هدفها، ان يعني سواء احنا او تامر حسني قررنا احنا نتبرع بكل الفلوس اللي هتطلع من الاغنيه ده للمساهمه في علاج مؤمن.
وده معروف ومعلن، فده ما فيهوش كلام يعني. اي حاجه هتطلع وهتطلع بريسيتس لمؤمن عشان ده تساعده في علاجه ان شاء الله. حلو جدا. انا عجباني قوي الروح كمان ورا الاغنيه، يعني مش فكره بس اغنيه وطلعناها ونجم كبير جه وعملنا فيورشيب، لا هي الروح الانسانيه دي. طيب خليني برضو اعرف تواصلكم مع النجوم المختلفين، اكيد طبعا كلهم وافقوا، بس يعني الردود كانت ايه؟ يعني هل حد كمان بعد ما الاغنيه نزلت كلمكم مثلا لو كنت ما خدتونيش ليه، يعني من اللعيبه اللي كانوا مقربين برضو المؤمن؟ هو في كذا حد كلمنا بعد كده وكان نفسه حتى عايز يقول لك طب ممكن تدخلوني فيها، ممكن تزودوا لي الحته دي. فقلنا لهم طبعا مش هينفع نلعب في الفيديو، بس هو حتى الناس كلها كانت يعني متفاعله جدا وعايزه تعمل حاجه، وحتى الناس اللي كانت في المعسكر كانت برده بتخلص التمرين وعايزه تبعت. يعني عمر كان كذا حد اكلمه قال له احنا في معسكر مش عارف ايه، بس او قال له اول ما نخلص التمرين بالظبط هنبعت لك الفيديو. فالناس كلها كانت عايزه تعمل حاجه وعايزه تساعده، وكله صراحه كان هو الجمله الشهيره طبعا، يعني كل ما ابعت لحد يقول لي طبعا. بس وبعد كده نتكلم طبعا طبعا. حلو، ده كان احلى حاجه. وفي اي حاجه كده يعني ما شاء الله انتوا عمل جماعكم ونجح جدا، وان شاء الله اللي جاي يكون بنفس المستوى، ايه بقى القادم برضو؟ هل هيبقى في حاجات كده ليها علاقه بالاهلي، ليها علاقه برضو بلمسه انسانيه بتقدم غير لمؤمن الكابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه؟ احنا كده كده يعني مقدمين كذا حاجه طبعا. دينا شرف ان احنا نشتغل مع النادي الاهلي او مع قناه النادي الاهلي، بنقدم كذا عمل وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. يعني احنا ده من ناحيه النادي الاهلي، ومؤمن احنا تحت امره، احنا اي حاجه هو عايزها احنا هنبقى بنسعى ليها. وان شاء الله نكمل يعني ان هو يتعمل له حاجه محترمه تليق بيه بعد كده، تأرخ تاريخه لان لازم الناس كلها تعرف قصته بقى. ده جميل جدا. طيب احنا للاسف الوقت بيجري، ان كمان في صناع الاغنيه الاخرين هيبقوا مع كريم، بس خلينا كده نقول حاجه في النهايه عبد الله لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي اول حاجه بنبارك له امبارح على الدوري. ايوه على بطوله الدوري، وان شاء الله يعني مستنيين البطوله الاهم في افريقيا وبعدين امم افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. وبرده يعني احنا نقول للجمهور الاهلي مبروك على الدوري، وان شاء الله ان شاء الله هو افريقيا بقى يعني ده للعيبه والاهلي والاداره، ان شاء الله هناخد افريقيا باذن الله. باذن الله يا رب. نورتونا وبالتوفيق، وما تنسوناش بقى في اللي جاي. لا خلاص ان شاء الله. بشكركم عبد الله وعمر.